وبركاته. بعض الأخوة يقول إذا أنا لابس الجورب على طهارة، هل أفضل أني أمسح عليه ولا أنزع احتياطا وأغسل قدمي؟ إذا لبست الجورب أو الشراب أو الخفين على طهارة، الأفضل لا شك عند الله تعالى أنك تمسح عليه. والدليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الحسن ولا الأحسن؟ أكيد يعمل الأحسن. لما توضع عليه الصلاة والسلام وأراد المغيرة من شعبة أن ينزع خف الرسول صلى الله عليه وسلم أي دلغاته، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني دخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. لو كان الغسل أفضل لنزع الرسول صلى الله عليه وسلم خفيه وغسل قدمه، إنما مسح عليهما. إذا مسحت على جوربك على دلاغك، أولا هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تترخصوا كما يحب أن تتعزائموا. ثانيا فيه يسر، وجاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر. ثالثا فيه إحياء لسنة أميتت، طبق السنة ويحيى الناس. الحين بعضهم ما يعرف حتى شلون يمسح. الصفة الشرعية للمسح أيها الأحبة، أن الإنسان ماذا الطريقة الشرعية للمسح؟ بعض الناس للأسف نراه يمسح ثلاث مرات، وبعضهم يمسح من أعلى ومن أسفل الخف، وهذا خطأ. وبعضهم يأخذ الماء ويصب على قدمه. كيف المسح؟ أول شيء قبل لا تمسح تلابس الجورب على طهارة، توضي في صلاة الفجر ولبست الجورب، أذن أذان الظهر أتوضأ وأمسح على الخفين مرة واحدة أعلى الخف، واضح؟ واحدة. بعض الناس يمسح ثلاثا وهذا غلط، لا تقول احتياطا. كيف مسح النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة. ثانيا متى تبدأ المدة؟ متى مسحت؟ مسحت صلاة الظهر، من ظهر اليوم إلى ظهر غدا تتوضأ تمسح يوم وليلة. أذن العصر أنا على طهارة عادي ما أمسح، أذن المغرب انتقض الوضوء أتوضأ وأمسح، أذن العشاء أتوضأ وأمسح إذا احتجت الوضوء، الفجر أتوضأ وأمسح، صلاة الظهر أتوضأ وأمسح، انتهت المدة. أصل الظهر عادي، بس إذا انتقض الوضوء بعد صلاة الظهر لازم أقط الخفين وأنزعها وأتوضأ من جديد وألبس الخفين على طهارة غسل، يعني طهارة فيها غسل القدمين. أيضا من الشروط أن الخف دلاغك هذا يكون يغطي محل الفرض، يعني يغطي قدمك. في ساعات الدلاغات الجديدة الكات الصغيرة حيل اللي ما تغطي محل الفرض، هذا ما تمسح عليه لقول الراجح. أما إذا غطى محل الفرض تمسح عليه. طيب بعض الناس يقولون الجورب إذا فيه شق شقين ثلاثة، يعني مقطع شوي بس، يعني بسيط، يعني مو طالع نصف إلى طالع الكعب كله، شقوق يسيرة تمسح عليه يجوز ولا حرج، لأن خفاف الصحابة لا تخلو من الثقوب أو الشقوق. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يمسح على العصائب والتساخين، يعني شيء يدفي رجلك، وفيه جواز على المسح على القطن والصوف وغيره. لأن بعضهم يقول لا ما يصير تمسح هذا على جلد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الخف من أجل أنه جلد؟ لا، مسح على العمامة وهي قماش. وغزوة ذات الرقاع سمت ذات الرقاع لأن الصحابة يأخذون الرقاع والخرق ويمسح عليها، يرفون أقدامهم يعني يمسحون عليها. فيجوز المسح على الخف من جلد ونحوه، وعلى الجورب من قطن ونحوه ولا حرج، وهذا هو قول راجح، قول سماحة الإمام الشيخ بن باز وابن عثيمين. الطريقة الصحيحة إذا أراد الإنسان يمسح على خفيه أخذ ماء يسيرا ويفرق أصابعه ويمسح على خفيه مرة واحدة. إذا كان الجورب أو الشراب أو الخفين تحت العظم قصير حيل يسمونه الكتلة، هذا ما يصير تمسح عليه. إذا غطى القدم وغطى محل الفرض وكان قصيرا، بعض اللغات تكون قصيرة على العظم، يجوز تمسح عليه ويكون صفة شرعية هكذا مرة واحدة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى من الآباء والأمهات تعلمون خدمكم المسلمين الطريقة الشرعية. اللي منكم راح صلى في المسجد شاف واحد جنبه قط دلاغات، قول سؤال ليش تقط دلاغك أو الجورب أو الشراب يسمونه، ليش نزعتها؟ أمسح عليه. ترى الناس ما تدري، كونوا أنتم السبب في تعليم عيالكم، علموهم السنة وعلموهم الخير والصفة الشرعية، ترى هذه أحكام ديننا وتتعلق في العقيدة لأنها أنكرها الرافضة والخوارج، وفيها 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبتها 70 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أي المسعى الجوربين. أحبكم في الله، عسى ربي لا يحرمني من شفاعتكم يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.